ايه ده يا ماما؟ النهارده مش عيد ميلادي، انت عامله التورته دي ليه؟ علشان انت يا حبيبي تعبت قوي في المذاكره وطلعت الاول على المدرسه، فانا قلت لازم اكافئك واعمل لك تورته. يلا بقى ادوقها وقول لي رايك. دي حلوه قوي يا ماما، اللي عايز ياكل معايا من التورته يدوس لايك. انت علي ماهر؟ ايوه انا علي. انت مين؟ انا عميل في الشرطة السرية ومحتاج مساعدتك. اساعدك ازاي؟ ده انا لسه طفل صغير، انت عايز ايه؟ مش هينفع اقولك على المهمة اللي احنا عايزينك فيها، بس اللي احنا متأكدين منه انك ذكي جدا وهتفيدنا في المهمة وهتبقى اصغر عميل سري. انا عميل سري؟ طيب انا لازم تاخدوا رأيي، انا مش عايزة ابني يشتغل في الموضوع ده. للأسف مفيش حد مناسب غير ابنك، ولازم يجي معايا حالا. خلاص يا ماما، انا شكلي لازم اروح معاه، ما تخافيش. يلا تعالى معايا. احنا رايحين فين؟ تعرف كل حاجه لما نوصل. المكان ده هتعرف حالا، تعالى ورايا. ايه ده؟ الحيطة فتحت. الصور دي؟ دي صور لعميلة سرية جايلنا من مدينة تانية، واحنا شاكين انها جاية تعمل عمليات داخل المدينة بتاعتنا وعايزينك انت تكشفها. انا هعمل كده ازاي؟ هتدخل تعيش معاها في البيت. طب مين البنت الصغيرة اللي معاها دي؟ هي بتربيها لانها بنت فقيرة، تقريبا هي عايزة تبان انها انسانة طيبة، فانا هخليك تدخل تعيش معهم في البيت وتعرف لنا كل حاجة. الله، هبعمل سري؟ ده الموضوع طلع مشوق قوي. علي الموضوع مش هزار، دي مسألة حياة او موت، لازم نكتشف السر ورا الست دي. يلا عشان تلبس اليونيفورم وتبقى جاهز للمهمة. الله، يونيفورم، ده انا هيبقى شكلي جميل. طبعا طبعا. ايه اللبس المعفن ده؟ انا كنت بحسب هلبس زيكو. لا انت لازم تلبس اللبس ده عشان تصعب عليها وترضى تدخلك جوه البيت، بس الاول استلم الحاجات اللي هتستخدمها. هتستلم نظارة معظمة وجهاز ووكي توكي. الحاجات دي هعمل بيها ايه؟ دي الحاجات اللي هتستخدمها عشان نكشف المجرمة. يلا نبدأ المهمة. ده بيت الست اللي انت هتراقبها. يلا سلام عليكم. السرعة دي؟ استنى عايز افهم. مع اني مش فاهم حاجة بس هتصرف. انا هروح انام جنب البيت عندهم، اكيد هتطلع وتشوفني. اكيد هتطلع دلوقتي وتشوفني. النهار طلع ولسه هي ما طلعتش من البيت. ايه ده؟ انا سمع صوت حد جاي. ايه ده؟ انت مين؟ انت كويس؟ ايه معلش، انا نمت جنب البيت بتاعكم، بابا وماما طردوني من البيت وما عنديش اي بيت عايش فيه. يا حرام، تعال معايا. ماما شوفي انا لقيت ايه يا ماما. ايه ده؟ انت مين؟ انا اسمي علي، وبابا وماما رموني في الشارع وبنتك لقيتني في الشارع. يعني انت اللي دخلتيها نور؟ ايوه يا ماما، انا لقيته سقعان وحران فقلت ادخله. سقعان وحران؟ طيب خلاص هنساعده. يعني كده هتخلوني اعيش معاكو؟ لا طبعا مش هتعيش معانا، انا هكلم باباك ومامتك وهحللك المشكلة. لا بابا وماما مش معاهم تليفون وبيكرهوني، انا مش عايزة ارجع لهم. خلاص انت ممكن تعيش معانا يومين لغاية ما نشوف لك حل. شكرا جدا، ممكن تجيبي لي لبس غير اللبس ده؟ ايوه طبعا، يلا يا نور هاتي له لبس من فوق. حاضر يا ماما. نور بنتك شكلها طيبه قوي، هي عندها كام سنه؟ نور مش بنتي، انا لقيتها في الشارع وصابت عليا فخدتها تعيش معايا. على العموم هي عندها 5 سنين. انت فعلا طيبه قوي. طيب في اي مكان هنا انام فيه؟ ايوه، اوضه نور فيها سرير زياده ممكن تنام معاها. تعالى اوريك الاوضه. ايه يا نور، ما جبتلوش اللبس ليه؟ يوه انا نسيت، انا قعدت العب روبلوكس.
مش مهم، احنا كده كده عايشين مع بعض، هي هتعرفني مكان اللبس. ايه هنعيش مع بعض؟ اخيرا هيبقى عندي اخ. لا انت فاهمه غلط، انا مش اخوكي. لا انت اخويا. هات حضن، هات حضن. ارجعي يا بنت ورا، انا مش اخوكي. انا هنزل اعمل لكم اكل، يلا تعالوا ورايا. الله، الاكل ده جميل جدا، شكرا قوي. ايه ده الصوت ده انا مش عارف، اكيد صوت الميكروويف. انا لازم اروح الحمام. ازاي تتصل بيا واحنا بناكل؟ كانت ممكن تكشفني. خير، عايز ايه؟ بفكرك، الست قربت تروح الشغل، اول لما تخرج من البيت انت لازم تقعد تدور في كل البيت، اكيد هتلاقي معلومات كتير عنها. طب ادور فين؟ في اوضه ولا في الصاله ولا في المطبخ؟ علي استخدم دماغك، احنا مختارينك انت عشان انت ذكي. حاضر انا لازم ارجع. يلا يا اولاد هسيبكم، انا لازم اروح الشغل. وانت يا علي خد بالك من نور. ما تلاقيش، هنلعب كتير قوي. هات حضن. ايه تاني؟ يلا هسيبكم، باي باي. هنعمل ايه دلوقتي يا نور؟ انا هروح العب روبلوكس. ايه ممكن اجي العب معاكي؟ لا طبعا، اوعى تيجي تلعب معايا، باي باي. ايه الهبل ده؟ العب ايه؟ انا ورايا مهمه، انا هطلع ادور يمكن الاقي حاجه. مفيش حاجه هنا، ادور ورا الحاجه دي. مفيش تحت السرير، مفيش حاجه تحت السرير. انا هدخل الاوضه دي. ايه ده؟ خزنه؟ اكيد الخزنه دي فيها كل حاجه، بس انا معرفش الرقم السري. انا هروح اسال نور. نور عايز ايه يا علي؟ انا بلعب. تعرفي الرقم السري بتاع الخزنه بتاعت ماما؟ تقريبا الرقم السري هو عيد ميلادها. طب هو عيد ميلادها امتى؟ كان يوم 3. ايوه، عيد ميلادها امتى؟ معرفش، انا لسه صغيره. يوه، انا هجرب حاجات عشوائيه كده وخلاص. 1 1 1 1 بيقول لي غلط. 1 2 3 4 برضو غلط. اعمل ايه؟ ماما جت. انا لازم اطلع من هنا بسرعه. ايه اخبار الشغل؟ الشغل كويس. عاملين ايه يا اولاد؟ انبسطتوا النهارده؟ ايوه. علي هات حضن. يا دي النيله، انا هطلع ارتاح شويه. ماشي يا علي، هندهلك على العشاء. ابعدي عني بقى. هات حضن. ايوه سمعني. ايوه سمعك، لقيت حاجه؟ لا انا مش لاقي اي حاجه، وانا خايفه على نفسي جدا. الناس دول شكلهم طيبين قوي، الناس دول مش مجرمين. يعني انت ما قدرتش تعرف اي حاجه؟ لا عرفت حاجات كتيره قوي، البنت بتلعب روبلوكس والست بتروح الشغل. الله على المعلومات الجميله. مبسوط مني؟ لا طبعا، ارجع دور كويس، اكيد هتلاقي حاجه. حاضر هرجع. الله، دي عيلة طيبة قوي، بيتفرجوا على قطط وكلاب. علي انت لسه ما نمتش؟ المفروض تنام دلوقتي انت ونور. ماشي يا ماما، تصبحي على خير. تصبحي على خير يا نور. ايه ده؟ ده لا يمكن تكون طفلة. ايه الاصوات دي؟ اصحي يا نور، انا مش عارفة انام. في ايه يا علي؟ بتصحيني ليه؟ انا مش عارفة انام من صوتك. صوت ايه يا علي؟ انا عندي 5 سنين ما بطلعش صوت، ما تصحينيش تاني. مالك يا نور، بتعيطي ليه؟ انا معرفتش يا ماما انام طول الليل، علي ما خلينيش اعرف انام.
انا متاكده يا ماما ده مش طفل، هو عميل سري. انت اكيد بيتهيالك يا حبيبتي، ده طفل غلبان. انت بتقولي ايه يا نور؟ انا ما كلمتكيش طول الليل. لا انت ما خلتنيش اعرف انام. انت يا بنت اطلعي فوق. حاضر يا ماما. معلش يا علي، انا مش عارفه هي بتقول عليك عميل سري ليه. ولا انا مش عارفه هي ليه بتعمل كده. ايه ده؟ الصوت ده؟ الصوت ده اكيد ده المايكرويف. ثواني هجيلك تاني. انا كل شويه اسمع الصوت ده، دي حاجه غريبه قوي. بتكلمني ليه دلوقتي علي؟ المهمه اتلغت. احنا اتاكدنا ان الام دي كويسه ومش هي العميله السريه ومش هي دي الشخص اللي بندور عليه. ايه ده؟ يعني خلاص كده؟ ايوه خلاص، اطلع من البيت اللي عندك وروح لبيتك. ارجوك سيبني شويه، انا عايزه اتاكد. انا كمان. انا قلت لك امشي يعني تمشي. ماشي ماشي، انا شاكك في حاجه. بقولك ايه يا نور؟ ايه يا علي، عايز حد؟ لا مش عايز، انا متاكد انك انتي العامله السريه. انتي ليه كل شويه عايزه تحضنيني؟ علشان انت اخويا. لا انتي عايزه تتاكدي لو انا عميل سري ولا لا. انتي بتحاولي تشوفي انا معايا اجهزه ولا لا. اعترفي انتي العميله السريه. برافو عليكي يا علي، ما كنتش اعرف ان انت ذكي كده. ايوه انا العميله السريه. انا كنت متاكد لان الست اللي تحت دي طيبه جدا. اللي ما كنتش متخيله انك كزمة مش طفلة. علشان عرفت السر انت لازم تموت. اوه اوه اوه، الحقوني انا لقيت العميلة السرية. انا لازم اهرب. امسكوها. في ايه؟ في ايه؟ امسكوها. في ايه؟ انا طفلة. احنا عرفنا كل حاجة، انت العميلة السرية. وبرافو عليك يا علي، انت طلعت اذكى مننا كلنا. انت هيبقى ليك مستقبل كبير جدا. يلا تعالي معايا. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ حد يفهمني، انا مش فاهمه اي حاجه.